تعالوا نعرف ايه اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي من خلال زميلتنا العزيزه روزان نصر، وهي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل عليك يا روزان، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان من داخل مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة، متواجدة معاكم طبعا لنقل آخر الأخبار طبعا يعني بالأخص للفريق الأول. خلينا نتكلم عن استعدادات أو الاستعدادات الأخيرة أكيد لمباراة الأهلي والزمالك غدا. طبعا يعني مران الأمس مارسيل كولر المدير الفني للفريق عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ثم قاد اللاعبون فقرة بدنية قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة. كمان يعني خاض محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، رباعي طبعا حراسة المرمى، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكن مدرب الحراس. النهاردة بقى هيكون المران الأخير قبل مواجهة الزمالك غدا الخميس على ملعب استاد القاهرة طبعا، والمؤجلة من الجولة 31 لبطولة الدوري. المران أكيد هيكون على ملعب مختار التتش النهاردة الساعة 6 مساء. اكيد يعني خلينا نتكلم برضو ان مارسيل كولر النهارده هيركز اكتر على نقاط يعني ضعف الخصم. في الاول وفي الاخر يعني هو ديربي، مباراه مهمه جدا بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي او جماهير الكره المصريه بشكل عام. يعني خليني كمان اقول ان كل الجماهير مترقبه هذه المباراه يمكن منذ ايام. خليني اقول كمان التذاكر يعني من اول ما نزلت على موقع تذكرتي يمكن خلصانه، اول ما نزلت تقريبا بعد 10 دقائق او ربع ساعه، كلنا متحمسين لهذه المباراه. يعني موسم لا هزيمه بالنسبه للنادي الاهلي، واكيد يعني هيكلل يعني الفرحه والنصر كمان بفوزه على نادي الزمالك غدا. يعني كل توفيق اكيد للنادي الاهلي امام الزمالك غدا. قررت بقى رابطة الأندية المحترفة تسليم درع الدوري لفريق الأهلي الحائز على البطولة، وذلك عقب أحداث مباراته مع حرس الحدود المقرر إقامتها يوم 19/7/2023 باستاد القاهرة. جاء هذا القرار في ضوء طبعا الاتصالات التي اجراها النائب احمد دياب رئيس الرابطه مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي للتنسيق حول الموعد المناسب لاستلام الدرع. واكد طبعا الكابتن محمود الخطيب الاستناد الى رؤيه الجهاز الفني اولا في هذا الشان، وطلب استلام في يعني وطلب استلام الدرع في الموعد المشار اليه. خليني سريعا انقل لكم هنا الاجواء في النادي. يمكن الاعضاء يعني مش متواجدين بشكل كافي لانه يعني النهارده الطقس درجه الحراره شويه عاليه، ولكن الاعضاء المتواجدين في منهم اكيد اللي بيتناولوا الافطار كالعاده يعني زي ما بيفضلوا، وفي منهم اللي بيفضل كمان يشتغل على اللابتوب، وفي منهم المنتظر مع اولاده. يعني دي كانت طقوس الاعضاء هنا يعني في الصباح الباكر في النادي الاهلي فرع الجزيره، ودي كانت ابرز واهم الاخبار اللي موجوده معايا النهارده. بشكركم وعوده ليكم مره ثانيه. احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة على هذه التغطية المتميزة كالعادة. شكرا ليكي يا روزان.